يعني ايه سرطان؟ يعني قبل ما اخش معاكم كده في الشارع، يعني ايه سرطان؟ كلمه سرطان معناه ان في خلايا بتنمو على غير رغبه انسجه الجسم. يعني ايه يا جماعه؟ يعني سرطان خلايا مثلا في الثدي بتنمو على غير انسجه الثدي، سرطان في الجلد بينمو على غير نمو الجلد. ربنا سبحانه وتعالى عمل لكل نسيج نمو، فالمفروض ان الخلايا اللي طالعه بتمشي في الهارموني او في الانسجام بتاع الخلايا. لو طلعت خلايا بتنقسم على مزاجها ده سرطان. تاني، يبقى السرطان ده عباره عن ايه بالعربي وبالانجليزي؟ uncontrolled cell death unprogrammed. يعني ايه unprogrammed uncontrolled؟ يعني خلايا بتنقسم لوحدها. خلاص، يبقى الخلايا دي مالها؟ بتنقسم لوحدها. طيب بتنقسم لوحدها uncontrolled وان يعني unprogrammed، اشتغل لوحدك ليه؟ ايه اللي خلاها تشتغل لوحدها؟ خلي بالك معايا بقى من الكلام الخطير ده. دلوقتي انا جسمي منسجم مع بعض، ايه اللي يخلي جسمي كل خلايا بتشتغل لوحدها؟ دلوقتي لو النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا انه اذا العبد اذنب ذنبا نكت نكته سوداء في قلب، فاذا عاد الى الذنب نكت نكته اخرى، فاذا تاب واستغفر محيت اتمسحت الذنب، فإن عاد إلى الذنب نكت نكتة سوداء على قلب. يبقى ينكت نكتة سوداء اللي احنا بنسميها بالجديد دلوقتي اللي بيسموها ايه؟ اميون ديبوزيتس. الديبوزيتس دي او الرواسب ترسب في القلب فتسد الأوعية، ترسب في المخ تعمل لنا برين تيومر، ترسب في الكلية تعمل لنا الأول رينال فيلير، ويقول لك ايه؟ الأجسام المناعية، ترسبات مناعية، فوكال جلوميرولونفرايتس، مش عارف ديبوزيتس، كلها ديبوزيتس. ما هذه الأشياء أو الذنوب التي تترسب في أجسامنا فتخرج الأعضاء عن الكنترول؟ يعني زي ما بقول لك أنا عمال آكل شيبسيهات وكولا وأشرب سجاير وكذا وكذا، يعني احضرني وأنا أشرح في أسباب السرطان، إنه من أسباب السرطان التدخين مثلا. خلاص، إحنا عندنا الدخان ده عبارة عن إيه؟ شايف إحنا في بص هنا كده في السيئات، قلنا إن أول سبب للسرطان أو الأمراض هو الإيه؟ التدخين. احنا عندنا التدخين باتفاق العلماء حرام، وصدرت الفتوى في مصر، صدرت الفتوى في مصر الصريحه ان التدخين ايه؟ حرام، صح كده ولا غلط؟ ويكتب على علب التدخين او علب السجائر ان السجائر ها تسبب السرطان، صح؟ وتؤدي الى الوفاه، مكتوب كده على كل علب السجائر. انا كذاب؟ لا مش كذاب. طيب هو عقوبته ايه اللي بيشرب؟ المفروض انه من شرب فاجلدوه، وان عاد فاجلدوه، وان عاد فاقتلوه. طب اذا انت ما قتلتوش ربنا هيقتله. خلي بالك معايا في الكلام اللي بقولك ده، كلام تقيل قوي. تاني، التدخين يسبب السرطان، التدخين حرام شرعا. طب تطبق عليه القاعده الشرعيه، بتقول القاعده من شرب فاجلدوه. شرب ايه؟ خمر، مخدرات، شرب حاجه بتذب العقل او بتسطل الدماغ. هي السجاير خمر؟ اه والله العظيم السجاير خمر، جواها خمر كده. كويس، يبقى اذا من شرب فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه. تقول لي تقتله ليه؟ لانه يشيع الفساد في الارض. طب تطبق ده على الممثلين في التمثيليات ويخلوا العيال كلها عايزه تتدخن؟ يبقى من شرب فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه، لانه ينشر الفساد في الارض. ده بيطبق عليه حد بعد كده اسمه حد ايه؟ الحرابه. الكلام ده بيسبب سرطان؟ اه. طب هل اللي بيدخن بيسبب سرطان لنفسه ولا للاسره؟ واحد قاعد بيدخن جوزه او بيدخن سجاير في البيت بيجيب للعيال سرطان ويجيب لمراته سرطان. التدخين السلبي يا جماعه اللي انا بقوله كده والله العظيم حق، انا لا اكذب. خلاص، زي السرطان زي التدخين، عندنا الشوكولاته بتعمل لي سرطان، عندنا الكولا، عندنا الشيبسيات، المراوح، المواد الحافظه، السوسيس، البرجر، مش عارف، كل اللحوم المجمده والمصنعه كلها كارسينوجينيك. حتى حبوب منع الحمل، حتى حقن منع الحمل، اقسم بالله العظيم ان حبوب منع الحمل وحقن منع الحمل كارسينوجينيك، يعني بتسبب سرطانات. اذا مهم جدا وانا عارف يعني ايه سرطان، يعني خلايا جوه الجسم بتنقسم على عكس نسيج الجسم. كتله سرطانيه في الثدي، كتله سرطانيه فين؟ في القولون، كتله سرطانيه في الكبد. طب ما بدل ما نكمل كتير يا دكتور ما تورينا الشرايح، طب ما تيجي نتكلم على الشرايح. تعالوا كده مع بعض نبص على الشرايح اللي قدامنا. هنتكلم على اول سرطان، سرطان الدم. معلش الحلقه دي انت هتحتاج تسمعها 20 مره. خلي بالك معايا من الكلام ده، الكلام اللي انا بقوله لك ده خلاصه عمر. الدكتور جوده عدى في الشرايح دي 20 30 سنه والله العظيم، وامتحنت فيها باثولوجي وماجستير ودكتوراه،
لاحسن بني ادم يطلع على وش الدنيا يقول لك الدكتور جاب الشرايح دي منين، انا قضيت في الشرايح دي عمري. تعال نبص كده على سرطان الدم قبل ما نحول، هنتكلم على النورمال بلاد واللوكيميا. يعني ايه نورمال بلاد؟ دم عادي. الدم العادي ربنا سبحانه وتعالى عمل فيه خلايا حمراء وخلايا بيضاء، خلايا البيضاء، وعمل فيه كمان حاجه اسمها الصفائح الدمويه. يبقى دي خلايا بيضاء، دي اسمها كرات الدم البيضاء، والاحمر ده كرات الدم الحمراء. وطبعا الدم عمره ما هيبقى ميه لان الدم احمر، مش كده ولا ايه؟ فالدم ده عباره عن خلايا، خلايا بس؟ لا، ده الخلايا دي جزء اسم الهيماتوكريت، لكن في جزء تاني السسبنشن بتاعه اللي هو البلازما. يبقى الكرات دي كلها بتسبح فين؟ في البلازما. البلازما دي بقت فيها الدهون والهرمونات والانزيمات والايونات واللي واللي سبحان الخلاق العظيم، كل ده موجود فين؟ في سائل البلازما. امال الكرات دي بتعمل ايه؟ كرات الدم الحمراء بتشيل الاكسجين عشان توصلك للدماغ فتتنفس عشان تدي الطاقه. امال هتعمل ميتابوليزم ايه؟ اكسجين. الاكسجين ده مع البروتينات هيدي لك الاكسجين، مع الفود او الطعام يتحرق في المطبخ في الميتوكوندريا فيطلع لنا ايه؟ الاي تي بيز، اي تي بي والاي دي بي والحاجات دي، المونو اللي هي الحاجات مركبات الطاقه.